مساء الخير شعبي الجميل الطيب الصابر على الأذى. العلاقات السودانية القطرية متميزة جدا ولم تشوبها أي تعكير للأجواء، ولكن بوصول السفير عبد الرحيم من قبل حكومة الأربعة وتر العلاقات بين السودان وقطر، وذلك بعد كتب خطاب له بوجود وظائف وهمية في قطر مما تسبب في إحراج كبير للحكومة السودانية. اليوم أيضا عمل تصديق استقلال لصلاحياته وسلطاته لإفساد العلاقات القطرية السودانية بعمل وقفة احتجاجية، سفير بيعمل وقفة احتجاجية ضد بلده، فده قد يؤثر على العلاقات السودانية القطرية. نأمل إنه الحكومة القطرية توقف هذه المهزلة التي يقودها السفير السوداني، ومن قبل هي رفعت تقرير عن الخطاب اللي رفعه هذا السفير. تصبحون على ألف خير.